قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا وطمنا على حاله الطقس، كمان نشوف احوال الشوارع عامله ازاي بالاضافه الى اسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. هطمنكم اكيد، بس عايزه اقول في البدايه بس ان الجو حر شويه النهارده، اكيد احنا ملاحظين ده من الصبح. لا اطمنا كده، شفت باين الجو الحر باين فعلا. فعلا خليني بس الاول نستعرض مع حضرتكم جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. الناس بدات تنزل، واكيد برضو في كثافات مريه ملحوظه على معظم المحاور في القاهره والجيزه. خلونا نبدا جولتنا بقى من القاهره، وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافات مروريه متحركه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر في كثافات مروريه بسيطه زي ما حضراتكم شايفين. ولو رحنا الى طريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطه، لو كملنا لحد الاخر هنلاقي ان الكثافات بتقل وبيبقى في سيوله مروريه ملحوظه بتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما بنوصل النفق هترجع مره ثانيه الكثافات المروريه على تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. اما مطلع المقطم المتجه الى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف اغسطس بمعرفه الاداره العامه للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ اعمال التوسعه والتطوير لطريق الصعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والاوتوستراد وصولا الى ميدان الفاروق ذهبا. اما الطريق الدائري فهنلاقي فيه غلق جزئي بسبب اعمال توسعه الطريق للقادم من المرج اتجاه السلام بالوصله من منزل الطريق الدائري اتجاه شارع السادات وحتى مطلع الطريق الدائري من طريق جالاكسو، وده هيكون لمده شهر. ومن جانبها كمان بتقوم الاداره العامه للمرور القاهره بتعيين الخدمات المروريه اللازمه والتنسيق مع الشركه المنفذه لوضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه، ده لضمان امن وسلامه المواطنين. طريق الكورنيش بقى في بعض الكثافات المروريه عند المظلات، ثم بيكون في سيوله مروريه بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع حتى ميدان التحرير. واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحيه المعادي وحلوان في سيوله مروريه. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزه، في غلق كلي لطريق البراجيل امام حركه المرور تحديدا للاتجاه القادم من اسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور احمد عرابي، ده لمده 600 متر فقط او ما يقرب من ذلك حتى الانتهاء من اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد وتم اجراء التحويلات المريه. حركه سير السيارات اللي جايه من مناطق اسيم واسفل الطريق الدائري وبترغب بالسيل اتجاه كوبري المطار ومحور احمد عرابي هتقوم بالدخول للاتجاه الاخر القادم من كوبري المطار ومحور احمد عرابي، ده قبل منطقه الغلق او كمان بعد استحداث فتح الدخول بالجزيره الوسطى وتحويل الاتجاه الاخر الى اتجاهين لحركه المرور. وطبعا في خدمات مروريه معينه وكمان كاميرات مراقبه لمنع التكدس المروري. هنكمل جولتنا من محور 26 يوليو من اكتوبر في كثافات مروريه كبيره قبل الدائري وحتى ميدان لبنان، لكن المحور المتجه الى اكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطه ناتجه عن اعمال التوسع اللي بتتم في المحور وكمان اعمال انشاء القطار الكهربائي الخفيف. في كثافات مروريه على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركه، وبتظهر ايضا كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان لكنها متحركه. نفس الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، كمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، ده بسبب اعمال انشاء نفق ميدان النهضه. اما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطه المتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين، وفي كثافات برضو بمحيط كوبري احمد عرابي ده بسبب الاصلاحات. لكن بالنسبه لشارع الهرم بيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه ومدكور والعريش والطلبيه لانشاء محطه مترو، وبتظهر كثافات بسيطه من شارع العشرين حتى الطلبيه، وكمان في كثافات عاليه للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق، كمان بتظهر كثافات اخرى بشارع السودان حتى جامعه القاهره وصولا وميدان النهضه وصولا لمناطق بولاء وامبابه. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية القادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها، بيفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرية حتى تقاطعه مع طريق الدائري الإقليمي، لكن القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة
يكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري، بتزيد تحت الطريق الدائري حتى كوبري ألمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف، وفي أيضا كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة. أما اللي رايح مدينة أليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة نسبية. لو كملنا لحد محكمة أليوب في سيولة مرورية واصلة لحد طريق أليوب القناطر الخيرية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح بقى على عروس البحر الأبيض المتوسط اسكندرية، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية أخرى واصلة لحد محرم بيك ولشارع عبد القادر الغرياني، لكن طريق الكورنيش في كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي. ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. طمناكم على حالة المرور، تعالوا دلوقتي نتابع معاكم أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. سعر البيع 18.62 جنيه و 18.54 جنيه للشراء، اليورو 19.99 جنيه للبيع، 19.89 جنيه للشراء، الجنيه الاسترليني 23.50 جنيه للبيع، 23.39 جنيه للشراء، فرانك سويسي 19.46 جنيه للبيع و 19.37 جنيه للشراء، اليوان الصيني 2.78 جنيه للبيع، 2.76 جنيه للشراء، ريال سعودي 4.96 جنيه للبيع، 4.94 جنيه للشراء، الدينار الكويتي 60.95 جنيه للبيع، 60.67 جنيه للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5.07 جنيه للبيع و 5.04 جنيه للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب هنبدا معاكم من عيار 18 سجل 887 جنيه، عيار 21 سجل 1035 جنيه، عيار 24 سجل 1183 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8280 جنيه. زي ما قلت في البدايه في طقس حار النهارده، لكن خليني اخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. لسه برضه النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، وهالطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. درجه الحراره في القاهره النهارده 38، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 43، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 28 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.